طبعا قلنا نحن الالوان جدا مهمه في الشاكرات، طبعا كل شاكره لها لون، واذا تبي تفعل الشاكره تتناول الماكولات والخضروات والفواكه المتعلقه في لون الشاكره، وبالتالي تفعلها وتزيد من طاقتها وبالتالي من طاقتك من طاقه الهاله اللي عندك. اليوم انا طبعا عندي هنا الكركديه، انا احب هذا الكركديه بشكل جي كبير واتناوله. طبعا شو لونه؟ لونه احمر. اي شاكره لونها احمر اكتب لي في الكومنتس قل لي اي شاكره. وطبعا عندك هذه شاكره الجذر مهمه، وهي شاكره الحياه، وكذلك اللون الاخضر، وعندك البطيخ لون اخضر واحمر مع بعض، قلب وجذر.